السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. مؤتمر مارب الجامع ينتخب قيادته ويشدد على إنقاذ الاقتصاد وتوحيد الصف الوطني لاستعادة الجمهورية. المؤتمر يشيد بإشهار التكتل الوطني ويثمن دعم السعودية المستمر لليمن. ميليشيا الحوثي توسع زراعة الألغام في عدة مديريات بمحافظة الحديدة. تقارير دولية تؤكد أن ميليشيا الحوثي تمول مجهودها الحربي من خلال عمليات تهريب المخدرات. بتنظيم من وزارتي الثقافة اليمنية والسعودية، الأوركسترا اليمنية تحيي حفلا فنيا على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض. رئيس مجلس القيادة يستقبل قيادة الفرقة ويؤكد حرص الدولة على رعاية الفنون. تفاصيل النشرة يتلوها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن مؤتمر مارب الجامع اليوم الاثنين عن تشكيل هيئته العليا وانتخاب المجلس القيادي للدورة الأولى في خطوة جديدة تهدف إلى توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. وبحسب البيان الختامي فقد تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أكثر من عامين من الجهود المشتركة، حيث تم انتخاب عبد الحق علي القبلي نمران رئيسا للدورة الأولى للمؤتمر، إلى جانب انتخاب أعضاء الأمانة العامة واللجان المتخصصة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن التشكيل يمثل أو يشمل قيادات من مختلف القوى السياسية والقبلية في المحافظة. وأكد البيان أن مؤتمر مارب الجامع يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والكلمة ليس فقط على مستوى المحافظة بل على مستوى الجمهورية اليمنية بشكل عام، ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي. كما شدد البيان على أن المؤتمر يمثل مكونا وطنيا ذا هوية يمنية يضم جميع الكيانات الداعمة للشرعية. كما أكد البيان على أهمية إيجاد حلول حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي وإنهاء انهيار العملة الوطنية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي بشأن إيقاف قرارات البنك المركزي ووقف سحب السوفت ونقل مقر البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز، مشددا على أن تنفيذ هذا الاتفاق هو الضامن لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية. ولا بالكم كلنا رؤساء، ولا بالكم كلنا أمناء، ولا بالكم لو الموضوع بيستوعبنها جميعا وضعنا كلنا أمناء ورؤساء، ما بيكون إلا واحد. ما حاجة للزحمات ولا حاجة للدوي، وعلمنا وسلامتكم والله يعين اللي بيمسك الآن حتى يخرجها إلى بر الأمان. التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. وانتوا عارفين محمد العمري والله لا يهمه مصلحة ولا تعودناها ولا عشنا بها ولا في مستنقع المصالح، نحن مع أبناء المحافظة وما يوحدها، إن شاء الله يوفقنا جميعا. رئاسة المؤتمر عبد الحق علي القبلي، أحمد الباشا بن زباع، محمد محسن الطويل بن حزير، محمد صالح فرحان بن جلال، محمد علي العمري. ولا بتعذروني فأنا مقدم استقالتي فليقدم واحد منكم، والله لعبها قسما بالله ان ما هي لي في نفس ولا انا اهلا لها، ما انا اهلا لها.
ثاني الأمانة العامة عبد الكريم أحمد محسن حيدر، محمد علي بن علي القردعي، ناصر بن ناصر كعلان، أسامة عبد الرب الشدادي. نتمنى لهم التوفيق. الأمانة مهمة، وأدوا الأمانة إلى أهلها، واخترنا الأمن القوي. كما أشاد مؤتمر مارب الجامع بإشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية بالعاصمة المؤقتة عدن في 6 نوفمبر عام 2024، مثمنا هذه الخطوة. وحي المؤتمر المحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي، ودعا البيان إلى ضرورة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك تنفيذا لدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض. وأشار البيان إلى أن أي تسوية سياسية قادمة يجب أن تتم وفقا للمرجعية الثلاث ومخرجات الحوار الوطني الشامل، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأعرب المؤتمر عن شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر لليمن، وأكد على أهمية توحيد القرار العسكري والأمني بين كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في البلاد. وعقدنا كثيرا من المشاورات مع كل الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، والتي نتج عنها من خلال هذه المشاورات واللقاءات التوصل إلى صيغة توافقية تلبي طموحات ومتطلبات المأربيون في ظل مرحلة بالغة التعقيد والصعوبات، وتحتم علينا كمأربيون التكاتف والتلاحم بما يمكننا من مواجهة كل التحديات، والتي أولى هذه التحديات الانقلاب على كل الثوابت الوطنية من قبل عصابات الحوثي الإجرامية، والتي دفعت مأرب وساكنيها وأحرار اليمن المرابطين داخل هذه المحافظة آلاف الشهداء والجرحى، وكانت من نتائجها الحرب الغاشمة على مأرب التي أكتوى بنارها كل أبناء مأرب وساكنيها وأبناء اليمن عموماً. يقف المأربيون اليوم بعد هذه التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلت الأظهار مأرب بما يليق بها وتطلعات أبنائها لمستقبل يحقق لهم مكانه بوضعهم الصحيح في المكان الصحيح. لن نقبل أن تهمش مأرب كما همشت سابقاً، فمأرب هي القلب النابض. هذا وكانت كاميرا سهيل قد التقت بعدد من قيادات الهيئة العليا لمؤتمر مارب الجامع، والذين أكدوا على أن مارب ستبقى لكل اليمنيين، وأن مؤتمر مارب الجامع لن يكون مناطقيا ولا عنصريا، بل تحت مظلة الجمهورية وهدفه التحرير والتنمية. اليوم تم تدشين الهيكل التنظيمي لمكون مؤتمر مارب الجامع، وبادرة طيبة وخطوة غير مسبوقة في أبناء ماربيين. فمؤتمر مارب الجامع يعتبر على هو معنى جمع اللحمة الماربية إلى فصيد واحد وإلى رسالة واحد على كلمة واحدة. فمن أهداف المؤتمر مارب الجامع، أعتقد أن أهدافه سائدة وأهدافه كثيرة، فلكن من أهمها هو بناء وتنمية المحافظة وحفاظ الأمن وأمن واستقرار المحافظة والدفاع عنها من الميليشيات الحوثية وغيرها الذين تسول لهم أنفسهم بزعزعة أمن واستقرار المحافظة. في اليوم احنا دشنا الهيكل التنظيمي للمؤتمر مارب الجامع، وتعتبر خطوة طيبة في تاريخ الماربيين، ونأيد ونبارك عليها، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق. مؤتمر مارب الجامع، مؤتمر مارب الجامع يشمل مارب الأرض والإنسان، لم يخص مواطن. اليوم كلنا مواطنين وكلنا سقف تحت سقف واحد. أول شعار له التحرير،
والبناء وترسيخ الوحدة الوطنية الشاملة. نعم للتحرير، نعم لقلع الأئمة والاستبداد بشكل عام، هذا هدفنا الأول. نعم للنهضة التعليمية، نحن مع العلم إذا نمينا الإنسان فنحن أوجدنا التنمية بكل أهدافها وبكل ما يوجد، لكن أول هدف ترسيخ العقول. ويكفينا في هذا اليوم أن احنا ترفعنا عن قمقوم الحزبية إلى قمقوم إلى وضع الوطن الكبير، إلى السرح الأعلى. خرجنا من الوحل إلى وضع التاريخ والمستقبل. نحن تلامذة سلطان بن علي العنادة، علمنا الكثير منه واستفدنا منه الكثير بروحه الكبيرة ووحدته الأساسية. يكفي مارب من كل أبناء اليمن داخلها بقاطبتها، هذا هدف مارب وكل أبنائها، وأبنائها دائما كبار كبار كبار، ولن يكونوا صغار، عندهم استعال كبيرة، لن نكون مناطقيين ولا أقزام. نحن ننظر إلى الوطن قبل، وننظر إلى كل أبناء اليمن إن إحنا كلنا مارب لهم، نحن الضيوف وهم أهلها. هذا شعارنا وما لدينا، نسأل الله أن يوفق الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لكم جميعا. واليوم نعيش عرس تاريخي في محافظة مأرب، مثل ما أدهشتنا اليوم الأول في مواجهة المشروع الحوثي، ها هي اليوم تدهشنا في العمل السياسي وتعطي لنا نموذج نأمل أن يحتذي به الجميع، وهو أن يجتمع الجميع كلهم تحت مظلة واحدة، وهي الثوابت العامة لأبناء اليمن عموما. اليوم مرت مرحلة طويلة جدا لهذا المؤتمر، وهناك الكثير من العقبات التي اعترضت الفريق، وقام الإخوة في لجنة التيسير مشكورين، وأوجه لهم اليوم التحية على جهودهم طوال السنة والسنتين الماضية التي بذلوها من أجل إنجاح هذا المشروع. هناك تباينات ووجهات آراء مختلفة، وهذا طبيعي جدا، ومأرب تتقبل، تعودنا أن نتقبل الآراء المختلفة، ولكن أن نجتمع في الموقف الكبير، وأن نختلف في الكثير من القضايا، لكن لا يعني اختلافنا الفرقة والتناحر، بل يعني اختلاف وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي. وقد يكون اليوم من يعجب هذا الموضوع، وقد يكون هناك من يعترض، لكن في الأخير أي معترض أو له ملاحظات، مأرب ستسع الجميع. وشكرا. المحطات في مأرب من النخلة ومن السحيل في كل مكان، ثم جاء للأسف هذا الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة، فاتجه المأربيين واقتنع أن تكون لدينا من القضية الوطنية المأربية للقضية الوطنية، ومن هذا المكان نثبت للعالم وللمجتمع اليمني وللخارج وللداخل ولجميع الأبطال في كل مكان أننا نحيا يد واحدة، ومثل ما كانوا لنا سند سنكون له سند، وسنكون في كل المواقف، في الجانب العسكري، في الجانب السياسي، في الجانب الإنساني. مأرب كانت وستظل بإذن الله بالرجال الأوفياء، بالشرفاء صامده وممثله وموحده لكل الأحرار الجمهورية اليمني. كثفت ميليشيا الحوثية الإرهابية زراعة الألغام في عدة مناطق بمحافظة الحديدة بعد أن هجرت سكانها. وقال إعلام السلطة المحلية في بيان إن ميليشيا الحوثية نفذت حملة مكثفة لتوسيع زراعة شبكة الألغام في مناطق متعددة بالمحافظة، ما يشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد البيان أن الميليشيا قامت بزراعة الألغام في المزارع والمنازل في قرى مديرية الجراح ومنطقة منظر ومديرية الدريهم، إضافة إلى بعض المناطق الساحلية التابعة لمديريتي التحيتة وبيت الفقي. وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي تسعى لتحويل الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي ومناطق التماس مع القوات المشتركة إلى حقول ألغام واسعة. أكدت تقارير دولية أن ميليشيا الحوثي تمول مجهودها الحربي من خلال عمليات تهريب المخدرات.
جهود تبذلها السلطات الأمنية بالاشتراك مع القوات المشتركة وقوات خفر السواحل في المناطق المحررة جنوبي الحديدة والساحل الغربي في إحباط عمليات تهريب مخدرات خلال العام الجاري، تمثلت بضبط كميات كبيرة من الحشيش والأقراص المخدرة وتفكيك العديد من الشبكات التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتورطة في تهريب وترويج المخدرات. وبلغت إجمالي كمية الحشيش الذي تم ضبطه في عام 2024 عدد 161 كيلو حشيش وعدد 158,880 من الحبوب الحبة من الحبوب المخدرات الكبتاجون. فالأجهزة الأمنية بذلت وسوف تبذل كل الجهود لمكافحة هذه الجريمة. تقارير دولية أكدت بأن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تمول حربها في اليمن من خلال عمليات تهريب وتوزيع المخدرات، وبحسب اعترافات من تم ضبطهم من عناصر الإرهاب الحوثي. شلحنا إلى جراحين عند الحوثيين، شلنا احنا إلى الصليف، ومن الصليف شلينا فيبر بينه حبوب مخدرات وانطلقنا بالسودة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن تجارة المخدرات هي مصدر دخل كبير لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تشرف على تجارة المخدرات وتدير شبكات تمتد من مدن إيران إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها محافظة الحديدة الساحلية، وتستخدمها كمصدر لتمويل وأداة لتجنيد الشباب والأطفال بحسب هذه التقارير. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. جددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. متابع. لا يزال الموقف الدولي دون مستوى الردع الفعلي والحازم لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويسهم التهاون الدولي سلبا في تعزيز فرص استمرار الحرب في اليمن وإطالة أمدها بلا أفق نهائي في ظل تغذية إيران لها بأسلحة جديدة. ورغم الوجود الدولي العسكري في البحر الأحمر وعمليات تحالف حارس الإزدهار وسنتكوم وسبيدز، تزايد حجم تدفق الأسلحة إلى الحوثيين بشكل ملحوظ، وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الجاري تحالفا دوليا لردع هجمات الحوثيين على سفن الملاحة التجارية، لكنها دون جدوى، حيث لا تزال هجمات الإرهاب الحوثي مستمرة بتصاعد في أعقاب 800 غارة غربية استهدفت مواقع متفرقة لها. وبالنظر إلى عدد الغارات التي قد يكون مبالغا في عددها، إلا أنها لم تثمر نتائج ملموسة على الأرض ولم تستهدف قياديا حوثيا واحدا حتى اللحظة، الأمر الذي يحتم دعم القوات اليمنية لمواجهة الإرهاب الحوثي والحد من تهديداته المتفاقمة على البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية. حيث تؤكد الحكومة اليمنية مرارا على أن الحل الأنجع والوحيد لردع هجمات الإرهاب البحري الحوثي هو استعادة ميناء الحديدة وتحرير المحافظة الساحلية الاستراتيجية، ما لم ستظل سيطرة الحوثيين على الحديدة وموانئها قنوات حيوية لتدفق المزيد من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة، ما يعني المزيد من الحرب والإرهاب البحري وفشل المجتمع الدولي في جهود الأمن والسلام. أعلنت شرطة محافظة تعز ضبط بلال القحطاني المتورط بقتل 4 من أفراد أسرته الجمعة الماضية في صنعاء. وقال مركز الإعلام الأمني بشرطة تعز في بيان على صفحته بفيسبوك أنه سيتم التحقيق مع المدعو بلال علي عبد محمد القحطاني وإحالته إلى جهة الاختصاص. وثمن مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي دور شعبة التنادق في تحريات البحث الجنائي لجهودهم في تعقب وضبط الجاني بعد أن فشلت عصابة ميليشيا الحوثي في ضبطه بصنعاء. أيدت محكمة استئناف تعز الحكم الصادر من محكمة المخا بشأن إعدام الجاني محمد غانم فتيني في قضية قتل واغتصاب للطفل محمد هيثم، حيث طالب أولياء الأمور الطفل بسرعة تنفيذ الحكم في مكان ارتكاب الجريمة بمدينة المخا.
حكمت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة تعز بما هو آت: أولاً، قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المخا الابتدائية. هكذا كانت الجلسة الأخيرة في محكمة استئناف تعز بتأييد حكم الإعدام بحق الجاني محمد غانم فتيني مغتصب وقاتل ابن أخته الطفل محمد هيثم مكلفث، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي لمحكمة المخا جملة وتفصيلا مع إضافة غرامة مالية يدفعها الجاني. النطق بالحكم من قبل هيئة الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، والذي قضى بقبول الاستئناف المقدم من الجاني محمد غانم فتيني وقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته والحكم عليه بمبلغ 300,000 ريال أغرام ومخاسر التقاضي، بالعودة إلى الحكم الابتدائي المؤيد بكامل فقراته بمحكمة الاستئناف الذي قضى بثبوت وبإدانة المتهم بواقعتي الاغتصاب والقتل، والحكم عليه بالإعدام حدا وتعزيرا وقصاصا رميا بالرصاص لقتله الطفل محمد هيثم مكلفت. ووسط فرحة أولياء الدم والشارع في المخا من هذا التأييد، يتبقى الحكم في المحكمة العليا للمصادقة على حكم الإعدام وتنفيذه. نشكر هيئة محكمة الاستئناف على تأييدها للحكم الابتدائي بجميع فقراته، والنطق كان اليوم في يومنا هذا، وكذلك نناشد رئيس القيادة الرئاسي رشيد العليمي بأن يصادق على الحكم، كذلك نناشد محكمة الاستئناف المحكمة العليا بإسراع الإجراءات على الجاني محمد فتيني غانم، وكذلك نطالب بالقصاص، تنفيذ القصاص في مكان ارتكاب الجريمة في مدينة المخا. يشار أن محكمة المخا الابتدائية كانت قد أصدرت في شهر أكتوبر المنصرم حكما بإعدام الجاني قصاصا وتعزيرا، مع ذكر مسببات كليهما وتعويض أسرة المجني عليه 4 ملايين ريال. أحمد مكيبر، قناة السهيل، تعز. بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع السفير الإماراتي محمد حمد الزعابي المستجدات الوطنية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي فاقمتها هجمة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. وثمن الرئيس العليمي العلاقات الثنائية المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الاقتصادية والإنسانية والإنمائية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسة الدولة والاستقرار والتنمية والسلام. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي اليوم فرقة الأوركسترا اليمنية بقيادة المايسترو محمد القحوم، وأشاد الرئيس بالأداء الموسيقي المبهر للفرقة اليمنية خلال الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية ومؤسسة حضرموت للثقافة. وحي العليمي دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في رعاية الحفل والذي قدم أوركسترا يمنية محترفة تفيض بالجمال والإبداع. وأكد الرئيس العليمي حرص الدولة على رعاية الفنون والثقافة والآداب، واعتبر اللقاء بقيادة الأوركسترا اليمنية رسالة تقدير لكافة العاملين على المجال الفني الرائع الذي يعول عليه في معركة الوعي وتعزيز قيم التعايش والسلام ومكافحة العنصرية بكافة أشكالها. احتضن مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض فعالية الأوركسترا اليمنية بقيادة المايسترو محمد القحوم. الحفل جمع بين التراثين اليمني والسعودي، جسد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين وسط حضور جماهيري كبير. تفاصيل أوفى في التقرير الذي أعددته لكم من مقر المسرح. في ليلة فنية مميزة أبهرت الأوركسترا اليمنية الجمهور بعرض استثنائي أقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض مساء الأحد.
العرض جاء بقيادة المايسترو محمد القحوم وبمشاركة نخبة من الفنانين اليمنيين، حيث استعرضت الأوركسترا ألوانا موسيقية متنوعة من التراث اليمني شملت الموروث العدني والصنعاني والحضرمي. أخذ قلبي وراح، أخذ قلبي وراح، وشق صدري بلا يا مصحاح، يا طول همي يا طول همي، ويا طول النواح ويا طول النواح، بحبي من حل قلبي واستباح. الحفل شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وكان ثمرة تعاون بين وزارة الإعلام والثقافة اليمنية ووزارة الثقافة السعودية في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. الحمد لله، المحطة الأولى كانت في ماليزيا، والمحطة الثانية في القاهرة، والمحطة الثالثة في باريس، وهذه المحطة الرابعة، وحرصنا أن تكون هذه المحطة من أهم المحطات في الأوركسترا اليمنية، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم ونالت إعجاب الجمهورين اليمني والسعودي، وسعيدين جدا وفخورين بأن نكون بين أهلنا وأحبابنا، ممتنين جدا لهذه الرعاية الكريمة للوقوف الدائم والمستمر لأهلنا وشقائنا في المملكة العربية السعودية مع أخوانهم في اليمن. كما تميز العرض بمشاركة موسيقيين يمنيين وسعوديين في تجربة فنية فريدة جسدت عمق الروابط الثقافية المشتركة. إلى جانب المقطوعات الموسيقية، تضمن الحفل أنشطة مصاحبة سلطت الضوء على التراث الثقافي لكل من اليمن والمملكة العربية السعودية. قدمت هيئة الموسيقى السعودية ركنا خاصا للتعريف بالآلات الموسيقية التراثية السعودية، بينما أتيحت للزوار فرصة استكشاف تسجيلات سمعية ومرئية توثق تاريخ الموسيقى في البلدين عبر شاشات تفاعلية. الفعالية لم تكن مجرد عرض فني، بل جسدت لوحة ثقافية متكاملة تؤكد أهمية التبادل الفني والثقافي في تعزيز الروابط الأخوية بين اليمن والمملكة. افتتح رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تطمح من خلال الورشة إلى إصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها إلى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقا لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة. وأعلن رئيس الوزراء إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن 5 محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات وإصلاح الأجور والمرتبات وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والأتمتة والتحول الرقمي. وجدد بن مبارك التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية وإشراكها في القرارات وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، كما تعهد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع. مثل نقاش رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع هيئة رئاسة مجلس النواب خطة استئناف عقد جلسات البرلمان ومشروع جدول أعمال دورته المقبلة بريقة أمل في أوساط الشعب اليمني التواقي لحضور الدولة وتفعيل مؤسساتها السيادية في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. نتابع. مع الإعلان عن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أمس الأحد بهيئة رئاسة مجلس النواب، حضر التساؤل الذي لم يغب: هل آن الأوان لتتحرك مؤسسات الدولة ومن يمثلون الشعب؟ تساؤل انصرف لسنوات نحو مجلس النواب الذي ارتفعت أصوات اليمنيين غضبا من غيابه القاتل في أحلك السنوات وأخطر النوائب،
وفق مراقبين فإن إدارة معركة المصير خلال السنوات التي مضت تخللتها سلبيات قاتلة يعترف بها المسؤول ويعرفها المواطن، وإضافة للغياب الملحوظ لمؤسسات من قبيل مجلس النواب، حل التآكل بديلاً عن التكامل في أداء مؤسسات أخرى، وبرز الفساد متوحشاً ومتسبباً بإطالة عمر ميليشيا الإرهاب، وقدم تغييب الحضور الفعلي المهيمن للدولة في المناطق المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة مبررات وأوراقا استخدمها إعلام الميليشيا المتربصة. فهل يمكن القول إن اجتماع الدكتور العلمي بهيئة رئاسة مجلس النواب والتصريحات والتحركات الأخيرة لرئيس الحكومة في عدن، خصوصا ما يتعلق منها بالفساد ومحاربته وغير ذلك من مستجدات الأحداث والتصريحات بشقيها السياسي والعسكري، هل يمكن القول إنها بداية تصحيح متأخر وصحوة واجبة طال انتظار الشعب لها، أم أنها مجرد اجتماعات وتصريحات روتينية ستذهب في المسار ذاته الذي ذهبت فيه الجلسة اليتيمة لمجلس النواب في سيون، وذلك ما لا يتمناه ولن يقبله اليمنيون؟ أقيم اليوم في مدينة مارب ندوة حول التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية وأثره على القضاء على القضاء ومنظومة العدالة. وفي الندوة التي أقامتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، استمع المشاركون إلى الورقة الأولى التي قدمها عضو اتحاد قضاة اليمن القاضي عادل الحمزي، والذي أكد على أن الحوثيين يحاولون من خلال التعديلات إلى تدمير السلطة القضائية، وأشار إلى أن تلك التعديلات ستنعكس سلبا على السلطة القضائية وستفقد هيبتها وثقة المتقاضين بها، مما سيؤثر على حقوق الناس. طبعا التعديل الحوثي لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 انتهكت الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني وقضت على استقلال السلطة القضائية. هذا سيؤثر يعني خاصة المادة 57 مكرر ومادة 104 جعلت من رئيس السلطة التنفيذية أنه من حقه أن يعين قضاة دون أن يكونوا من خريجين معهد القضاء. هذا سيؤدي إلى أن السلطة القضائية تعزز بعناصر من خارجها، يعني بالأخير الهدف من وراء هذا هو الدفع بعناصر تنتمي إلى الميليشيا الحوثية إلى السلطة القضائية لكي يمرروا ما يريدوا، لكي يستغلوا القضاء في سبيل القضاء على خصومهم السياسيين والتنكيل بهم وغير ذلك. هذا سيؤدي بالأخير إلى عدم تقديم عدالة للناس. يعني تخيل لما يجي لك قاضي ليس من أبناء السلطة القضائية، عبارة عن فقيه أو عالم حتى شريعة، ليس عنده فقه في القوانين الموضوعية ولا القوانين الإجرائية، هذا بالتأكيد سينعكس سلبا على أداء السلطة القضائية. ستفقد السلطة القضائية هيبتها وثقة المتقاضين بها، إما سيؤثر على حقوق الناس وضياع حقوقهم على المدى القريب والبعيد. وفي الورقة الثانية من الندوة أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهم الزبيري أن التعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأضاف بأن الجماعة الحوثية الإرهابية تسعى من خلال التعديلات إلى ابتزاز وإرهاب ونهب ممتلكات الخصوم. هذه الندوة تناولت التداعيات والآثار والكارثة التي قامت بها الميليشيا الحوثي في تعديل قانون السلطة المحلية الذي يعني يؤثر بشكل كبير على القضاء وعلى مستقبل الناس في مناطق سيطرة الحوثي، وهو يشكل خطرا كبيرا ويعني ويشكل بعدا طائفيا لإحكام قبضة هذه الميليشيات على المؤسسات القضائية لتدميرها وهدمها. وفي الورقة الثالثة من الندوة الحقوقية أشار المحامي خالد الريمي نائب رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع مارب إلى أن التعديلات الحوثية تجعل المحامين تحت رحمة الحوثيين، وأكد الريمي أن التعديلات تفتح المجال للجماعة الحوثية بتعيين عناصر حوثية في القضاء بناء على الانتماء السلالي والطائفي،
دون أي مؤهلات علمية. التأثيرات أو النتائج المترتبة على تعديلات قانون السلطة القضائية تشمل القضاء وتشمل المحامين أيضا، وعلى الأخص أنها ستهدم كل المعايير المتعلقة بتعيين القضاء وتنسف قانون تنظيم مهنة المحاماة، بتكف من أفواه المحامين المطالبين بحقوق الإنسان والحريات العامة وما ذلك، أو قيامها بتعديل قانون السلطة القضائية بتعديل غير شرعي وغير قانوني، الهدف منه هو أن تقوم هذه الميليشيات بفرض عناصرها والسيطرة على ما تبقى من مؤسسة القضاء في مناطق الحوثيين. هذه الجريمة نحن نسلط الضوء عليها وعلى تداعياتها المستقبلية التي ستؤثر كثيرا على القضاء، على مهنة المحاماة. التعديلات الجديدة هذه سوف تجعل مهنة المحاماة تحت رحمة هذه الميليشيات، تجعل السلطة القضائية بكاملة تحت رحمتها تحت سيطرتها، تفتح المجال لإضافة أو لتعيين عناصر من هذه الميليشيات طائفية لا تمتلك أي مؤهل جامعي ولا تتخرج من أي معهد القضاء، وإنما بناء على اختيار سلالي طائفي. هذه الجريمة الكبرى، نحاول أن ندعو الجميع للوقوف ضد هذه التعديلات، وخصوصا دعم مطالب نقابة المحامين واتحادات ونوادي القضاء لتصدي لهذه التعديلات التي ستقضي على ما تبقى من مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. نشد مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية حيس وزارة الصحة والمنظمات ذات العلاقة للقيام بواجبها في الحد من تفشي الكوليرا في المديرية. وقال مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد طالب حمنة في المناشدة التي نشرها إعلام السلطة المحلية إن المستشفى يستقبل حالات يومية مصابة بالإسهالات المائية والكوليرا، مشيرا إلى تسجيل حالات وفاة خلال اليومين الماضيين. وأوضح حمنة أن الوباء بات مستوطنا في المديرية وسط صعاب كبيرة تواجهها السلطات الصحية للتغلب على الأعداد المتزايدة من المرضى وغياب الدعم الحكومي والإغاثي للمستشفى. أشاد مساعد مدير مؤسسة المياه في المهرة طارق الكندي بالدعم السعودي لزيادة الإنتاجية وتغطية احتياجات سكان المحافظة، وقال إن مشروع الخط الناقل الممتد من حقل فوري إلى المدينة الغيضة يعد من أهم المشاريع التي تم تنفيذها. البرنامج السعودي قدم أحد المشاريع اللي هي تعتبر مشروع استراتيجي رهيب، اللي هو كان مثلا يتوفر لدينا مياه كبيرة في حقل فوري، إلا أننا لا نستطيع أن ننقل كميات المياه المطلوبة من فوري إلى الغيضة واللي يبعد تقريبا حدود 18 كيلو. جاء البرنامج السعودي ووفر لنا خط ناقل بقطر كبير اللي هو قطر 16 إنش 400 ملي بطول 18 كيلو من خلال هذا الخط، وأيضا مكونات أخرى مثل خزان غرف مضخات وهكذا. كان مشروع استراتيجي، وأنا أقول إنه كان يعتبر زي شريان الحياة هذا الخط. أشاد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة ودعم جهود السلطة المحلية في بسط الأمن في عموم المديريات. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم لاجتماع باللجنة الأمنية لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة. وحي المحافظ بن ياسر التضحيات الجسام التي يقدمها منتسبو الأمن والقوات المسلحة ضباطا وأفرادا في سبيل حفظ الأمن والدفاع عن الوطن. واستعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية وجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية. كما استمع المحافظ من مدير الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة إلى تقرير حول نتائج النزولات الميدانية إلى مديريات المحافظة بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والحد من عمليات تهريب وترويج المخدرات وظاهرة الاصطياد العشوائي للثروة السمكية. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مؤتمر مارب الجامع ينتخب قيادته ويشدد على إنقاذ الاقتصاد وتوحيد الصف الوطني لاستعادة الجمهورية. المؤتمر يشيد بإشهار التكتل الوطني ويثمن دعم السعودية المستمر لليمن.
ميليشيا الحوثي توسع زراعة الألغام في عدة مديريات بمحافظة الحديدة. تقارير دولية تؤكد أن ميليشيا الحوثي تمول مجهودها الحربي من خلال عمليات تهريب المخدرات. بتنظيم من وزارتي الثقافة اليمنية والسعودية، الأوركسترا اليمنية تحيي حفلا فنيا على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض. رئيس مجلس القيادة يستقبل قيادة الفرقة ويؤكد حرص الدولة على رعاية الفنون. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.